من القضايا الاستعجاليه والانيه اللي مع الاسف عرفات في السنوات السابقه، واحد التاخر غير مبرر، بل على العكس من ذلك عوض الاصلاح تم افساد كارثي ديال التقاعد في سنوات 2015 و2016 واللي دمر كل المكتسبات الاجتماعيه اللي كانت صمام امان ديال المواطنين وكذلك ديال الموظفين ضد الفقر. وكاملين شفنا كيفاش ذو المعاشين دمر الصناديق ديال التقاعد باصلاحات وهميه واللي خدا فيهم القرارات السهله اللي هي شنو؟ رفع ياسين التقاعد، زيدوا في المساهمات ونقصوا من نسب الاستفاده ديالكم. فكانت هذه المراجعه مع الاسف نقمه وقرار عشوائي وافساد كارثي للتقاعد لا يرقى الى ان يكون اصلاحا شاملا اللي كيجاوب لنا على كاع الاسئله. واليوم عندنا مشكله سيد الوزيره، ما يمكنش عبد الله كيشد 20000 ريال ومهدده انه تمشي ليه، ما يمكنش اليوم انه مصطفى كيشد 30000 ريال ومهدده تمشي ليه، ما يمكنش اليوم ابراهيم كيشد 40000 ريال وتمشي ليه، وعبد الله 7 المليون. هادشي ماشي معقول. وبالتالي اننا في فريق التجمع الوطني الاحرار نعتبر ان اصلاح انظمه التقاعد يجب ان ينطلق من ثلاث مبادئ اساسيه: اعتماد سياسه تشاركيه في الاصلاح، اصلاح شمولي لانظمه التقاعد.